مساء الخير عقيد حميدي يعني سنجول بالطبع على مجريات هذا النهار ونركز تحديدا على ما يجري في مجمع الشفاء لكن بدايه لنشاهد نحن وانت هذا الفيديو لسرايا القدس حياك الله لنرى Boa, boa, إذن عقيد ما الذي يمكن الوقوف عنده يعني بمشاهده هذا الفيديو؟ آه نعم آه هناك موضعين للتموضع لتحصن الجنود الاسرائيليين آه ولكن المقاومه التي آه لديها جهاز رصد عالي الدقه وهذا ما رايناه من استهداف الضابط الذي خطط للهجوم على مشفى الشفاه الذي نحن اليوم بصدد اعاده هذا الموضوع مره اخرى لذلك آه تأتي المعلومات بأن هناك نقطتين تتحصن أو نقطة تتحصن هناك هدف معين أما ما نراه هنا هو صاروخ المالوتكا هذا الصاروخ هو صاروخ سوفيتي آه ضد مخصص ضد الدروع ضد الاليات ضد الحصون يخرق 60 سنتيمتر في الدروع الفولاذيه و100 سنتيمتر في الاسمنت المسلح و150 سنتيمتر في الاسمنت العادي آه لذلك هذه الاصابه تكون قاتله للهدف ولكن هو يستخدم ي... على المسافات القريبه هو مدى الرمي اقصى مدى له 3 كيلو متر ولكن أقصى شيء 500 متر يعني يجب أن يكون هناك مد الطيران مد الطيران 27 ثانية يتم التحكم به بخيط بسلك مربوط بال الصاروخ وبقاعده يتم التحكم بها من قبل الرامي، لذلك يتم الرامي يعني هو الذي يستطيع بالنظاره يراقب الهدف ويقوم بالضغط على الصاروخ عندما يكون في وضع الطيران للانقضاض على الهدف وتدميره، راينا بان الطيران الاسرائيلي اسرع في المنطقه من اجل انقاذ الجرحى والقتلى في هذه المنطقه، طبعا هذا صاروخ هو صاروخ يعني بالنسبه للمقاومه تستخدمه بشكل اكبر ولكن نرى يعني دخول جديد للصواريخ المضاده للدروع والمضاده للتحصينات في قطاع غزه يعني مثل هذه الاسلحه لم تكن تستخدم بمطلع هذه الحرب عقيد يعني لم نرى ذلك كانت الاشتباكات قريبه عندما تكون الاشتباكات قريبه او المدى قريب بحدود ال130 متر وما دون يتم استهداف بالقياسين 105 اما اذا كان بحدود ال300 متر ولا يمكن التقرب من الهدف يكون بالريبيج سبعة، اما كذلك التاندوم بحدود ال متر اما م. هذا الصاروخ فهو بمدى ابعد ربما يتم طب ماذا عن سهوله التنقل بهذه الاسلحه يعني كما نرى المقاومه ترصد تتلطى للاحتلال وتقوم بعملية حتى الاسترداد. الان حتى الان المقاومه تستخدم الانفاق ورأينا بالأمس فيديو بأنه خرج المقاتل من النفق وضرب الدبابه التي هي على يمينه وقريبه منه وانسحب في النفق، لذلك حتى الآن الأنفاق هي الشغل الشاغل للعدو الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي الذي يبحث كيفية السيطره على هذه المسأله او القضاء على الأنفاق ولكن حتى الآن لا يجد، طبعا هذا الصاروخ وزنه 11 كيلو غرام، هو يتألف من ثلاثة حقائب، حقيبه للصاروخ، حقيبه لأجهزه التحكم حقيبه للنظاره يستخدم كذلك ثلاث عناصر يعني وليس عنصر واحد، لذلك زمره هذا الصاروخ تقوم بالتسديد والرصد ومن ثم اطلاق الصاروخ ويعتمد اصابه هذا الصاروخ بالهدف على مهاره الرامي ودقته وتدريبه بالشكل الجيد. عقيد لننتقل شمالا لنتحدث عن مجريات المعارك اليوم وتحديدا مجمع الشفاء، ما يجري في مجمع الشفاء ما الهدف من إعادة اقتحامه وبهذا الشكل الذي رأيناه جرب الجيش الإسرائيلي منذ أربعة أشهر دخول مشفى الشفاء ووضع كل أهدافه وكل ثقله في هذا المشفى وبأن هذا المشفى ينتقل ليكون عقدة الأنفاق وأن قادة حماس والمقاومة موجودين ولكن عند دخوله لم يجد إلا المرضى والطاقم الذي اعتقلهم ونكل بهم واليوم يعود مرة أخرى معلومات كما يتحدث الجيش الإسرائيلي بأن هناك معلومات استخباراتية بأن هناك قادة من المقاومة في هذا المنطقة ولكن ما يريده الجيش الإسرائيلي من دخول المشفى والمشافي والمدارس وغير ذلك هو ليس هدف عسكري نهائيا لا يوجد هدف عسكري في المشافي هناك يعني قوانين دولية ناظمة تحمي هذه المشافي ولكن بما يتعلق إسرائيل لم يتم استخدام القوانين هي يتدخل دخل الجيش الاسرائيلي في هذه المنطقة للقضاء على روح الحياة في هذه المنطقة، لمنع السكان من المشا... من الاستشفاء، اليوم ممثل الاتحاد الاوروبي تكلم، لقد كان قطاع غزة عبارة عن سجن كبير، اليوم أصبح مقبرة كبيرة، مم. هذا هو الحال في غزة، إذا ما هو الهدف العسكري من مقتل المنسق العام للمساعدات الإنسانية العميد البحبوح آه والاستهداف المشافي والمدارس، إذا لا يوجد أي هدف؟ برايك تم الاقتحام اليوم وبالشكل الذي رايناه، لماذا ما زالت موجوده؟ لم تنسحب منه آه يعني تم استخدام هذا المشفى كسكنه عسكريه وتم آه ضرب هذا المشفى بحدود أربعين غاره في على المشفى او محيط المشفى، تم تدمير مباني، مقتل اكثر من عشرين آه من المواطنين العزل في هذه المنطقه، ولكن هناك اشتباكات عنيفه ما بين آه المقاومه من السرايا وال كتائب وغيرها مع الجيش الاسرائيلي ادى الى مقتل جندي اسرائيلي هكذا يعني نشر الجيش الاسرائيلي وجرح عدد من الجنود الاسرائيليين البقاء الجيش الاسرائيلي هو فقط من اجل اهانه الناس من اجل تدمير المنظومه الصحيه التي بقي لم يبقى منها شيء لذلك كل جريح في هذه المنطقه التي يحاول الناس ان يعودوا من الجنوب لا. الى الشمال هو يقول لهم ان اعاده الناس الى الشمال يعني رابع. لن يكون مصيرهم ننتقل العميد الى الوسط والجنوب يعني نريد ان نتحدث عن المعارك اليوم وسط القطاع قبل ان ننتقل الى الجنوب سريعا لو سمحت لانه آه، نعم الزهراء ده. يعني الزهراء التي اقامت الجيش الاسرائيلي طريق سريع من مستعمره بيري باتجاه شارع الرشيد هي نقطه استهداف ونقطه اشتباك مستمره مع الجيش الاسرائيلي يقوم بتجريف الابنيه بتهديم الابنيه القريبة من الطريق السريع الذي يحاول الجيش الإسرائيلي استخدامه بدلا عن الطرق التي مرصودة من قبل المقاومة أما في انصيرات كذلك هي منطقة اشتباك دائم وقصفها الجيش الإسرائيلي أكثر من عشرين طن في الفترة الماضية أما باقي المناطق وخاصة شرق طريق صلاح الدين يحاول الجيش الإسرائيلي تهديم هذه البنى وتجريف الأبنية من أجل اتساع المس التي ينوي الجيش الإسرائيلي إقامتها وخاصة من القرارة شمالا بلسهيلة العبسان وحتى الفخاري وحتى البطن السمين لدينا دقيقتين جار. نريد أن نفصل قليلا في خان يونس اليوم نعم خان يونس هي منطقة على أساس آمنة وهكذا أعلنها الجيش الإسرائيلي دير البلح ورفح من أجل أن يأتي إليها النازحون حتى اغتزت بالنازحون مليون ونصف من السكان أتوا إلى هذه المنطقة ولكن دائما تتعرض للقصف وخاصة المنطقة القريبة من الحدود المصرية والتي يتم تجريف وتهديم البيوت في خربة العدس وفي الشوكة في هذه المنطقة كذلك يلوح نتنياهو دائما وصدق على خطه اجتياح مدينه رفح، اذا يلوح بعمليه عسكريه وبان النصر لن يتم الا اذا دخل رفح، وكانه انتصر في باقي المناطق من الشمال الى الجنوب، ها هي هل الم... ينتظر ان يحكم السيطره على خان يونس حتى يبدا برفح؟ لانه هناك كلام كثير عن ل... رفح نعم. لكن لا موعد حتى هل اليوم هو الضغط على الم... على المفاوضين الذين يتجهون باتجاه قطر من اجل ترتيب امر ال... الهدنه القادمه ولكن بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي يسعى لتجنيد الحيرديم من اليهود الشرقيين الذين يرفضون هذا التجنيد وهو يسعى لتأمين بحدود 14 ألف مجند ويقوم بزيادة سن سنين خدمه الاحتياطيه من اجل تامين كتائب وتامين الويه للدخول في منطقه رفح، اما حتى الان فلا اتوقع بانه نجح في خان يونس حتى ينتقل الى مدينه رفح لان الجيش الاسرائيلي في حاله نفسيه وحاله تعب شديد وهذا نراه من الحاله التي سحب عدد كبير من الالويه، الويه الاحتياط تم سحبها وهناك اليوم من يتتبع ما قاله زعيم المعارضه، ما قاله المحللين العسكريين الإسرائيليين أو الضباط السابقين الاحتياط يقولون كلهم بأن خسرنا الحرب وبأن نتنياهو يريد فقط الاستمرار في الحكم والتهرب من القانون شكرا جزيلا لك العقيد أحمد حميدي